معلقه واحده بس على علبه الزبادي ان شاء الله هتنزل معاكي الدهون او هتنزل معاكي من الوزن بتاعك كيلو كل يوم على الاقل. معلقه واحده بس باذن الله، مش عايزه اقول لك ده معلقه سحريه هتخلي الوزن بتاعك وزن مثالي جدا جدا في اقل وقت. عايزين تعرفوا الطريقه ازاي وعملناها ازاي؟ يلا بينا يا جماعه نشوف الطريقه ونحط لايك للفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده معانا، مش مكلفه خالص، يدوبك الوصفه النهارده بتاعتنا علبه زبادي بس. المهم في الحلقه بتاعتنا النهارده ديت ان انت هتحطي على الكوبايه دي معلقه، المعلقه دي هتفرق معاكي، يعني هتفرق معاكي كتير جدا جدا. مش عايزه اقول لك ان هي هتنزل معاكي كل يوم كيلو دهون، ده على الاقل، مش عايزه اقول لك بقى اكتر من كده، لا. باذن الله المعلقه اللي احنا هنحطها على كوبايه الزبادي ديت ده هتنزل معاكي كل يوم على الاقل كيلو دهون، وسهل جدا ان انت تنزلي دهون. كمان هتزود معاك معدل الحرق وهيبقى طعمها كويس جدا جدا ومستحبه، مش وحشه ولا حاجه، وان شاء الله هتفرق معانا باذن الله في الوزن. نسم الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان ناس كتير تستفاد من الوصفه بتاعتي. ويا ريت يا جماعه اللي شير يقول لي تم علشان اعرف حبايبي ومتابعيني اللي شيره، تمام؟ خلي بالكم يا جماعه الكوبايه ديت هتبقى مع كوبايه تانية كمان، يعني بمعنى اصح ان الوصفتين الاثنين بيكملوا بعض، وده شيء ضروري جدا جدا ان انت تعملي الكوبايه اللي احنا هنعملها ديت. فمبدئيا يعني كده ان احنا هنعمل مع بعض علبه الزبادي اللي انتم شايفينها معايا دي. وعلى فكره يا جماعه علبه الزبادي دي احنا في مصر بنقول عليها زبادي، اما بره بيقولوا عليها لبن او الياغورت، تمام؟ فاحنا ان شاء الله الكوبايه ديت اللي احنا هنستخدمها معانا النهارده في الوصفه بتاعتنا. طيب ايه هو المكون اللي احنا هنعمله عليها ديت؟ بس قبل ما احط المكون حابه ان انا اقول لكم حاجه مهمه، لازم علبه الزبادي اللي انت تجيبيها تكون خاليه الدسم. لو انت عندك زبادي بلدي ولا حاجه لازم تشيل الوش من عليه، دي اول حاجه ومهمه جدا ان احنا نعمل الخطوه دي. طيب وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده انا معايا الكركديه، ده بيجي من عند العطار، يعني لو انت جبت كميه من عند العطار ولا حاجه ده اولا بيبقى رخيص مش غالي ولا حاجه، بيديكي كميه كبيره. لو انت ناس جبت منه 5 جنيه ولا حاجه بيديك كميه يعني كبيره، بتفضل عندك فتره كبيره بتعملي منها على يعني ايه، ممكن تعملي منه شراب، ممكن تعملي منه تطحنيه وتحطيه على اي مكون عندك، ده ان شاء الله اللي احنا هنقول لكم النهارده في قلب الفيديو. خلي بالكم لما تيجي تشتري الكركديه بيجي بيه اللي هو النوع الغامق، النوع الغامق ده بيبقى كويس جدا وبيعمل معاكي نتيجه كويسه، تمام؟ طيب بنعمل ايه بالكركديه بقى؟ ده يا جماعه الكركديه بتاعنا بعد ما طحناه بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، ده طبعا لو انت عندك الكبه بتاعت الخلاط ولا حاجه او المطحنه بتطحنيه وبتفرميه خالص زي ما يبقى، يعني ايه بيبقى بودره بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو انت ما عرفتيش تجيبيه مطحون الافضل انت تجيبيه وتطحنيه بالشكل ده كده، بتطحنيه على ايدك بيكون احسن واضمن. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هناول ده كده يا جماعه الكركديه بعد ما طحناه زي ما انتم شايفين اهوت، باخد منه حوالي معلقه صغيره ممسوحه بالشكل ده كده، انا مش بكتر ولا حاجه، وبعد كده بحطها على علبه الزبادي. طبعا ده علبه زبادي صغيره اهيت، لو انتوا حابين تجيبوا يعني الحجم الكبير مفيش مشكله، وبنمسكه بنقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وطعمه بيبقى كويس جدا ومستحب، يعني الطعم بتاعه مش يعني لا له مراره ولا له مزازه ولا اي حاجه، طعمه بيبقى كويس جدا. قبل ما باكل علبه الزبادي ديت بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين اللون بتاعها بقى عامل ازاي؟ حتى انتوا لو انتوا جيتوا دقتوه هتلاقوا طعمه كويس جدا. ده اهو العلبه بقت جاهزه معايا بالشكل ده كده. طيب هناخدها ازاي؟ هقول لكم على حاجه، الكوبايه دي يا جماعه هتبقى بديل وجبه العشاء اللي انتوا شايفينها دي، تمام؟ ده هتبقى بديل وجبه العشاء بدل كده كده، يعني انا عارفه ان في ناس كتير يعني العشاء بتاعها بيبقى زبادي او بتفضل ان هي تاخد يا دوبك علبه زبادي وعلى كده وتنام، وده طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا من جهه ان هي بتريح المعده بتاعتها ومن جهه ان هي الوزن بتاعها بينزل كويس جدا. طيب بدل ما اكل علبه الزبادي بتاعتي فاضيه كده او ساده، بعمل ايه؟ بجيب معلقه صغيره من الكركديه المطحون اللي انت شفتها معايا ديت وبقلبها عليه. الكركديه دوت كفيل لوحده ان هو ينزل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا وينزل معاكي الدهون. دي يا جماعه بقى بناخدها بديل وجبه العشاء. بعد كده بتشربوا كوبايتين ميه معاها، بعد ما بتاكلي علبه الزبادي تشربوا كوبايتين ميه معاها. وهقول لكم على فكره كويسه كمان، لو انت كمان عصرتي نص ليمونه على معلقه الكركديه وعلبه الزبادي ديت، ده بتكون احسن وافضل وتبقى كويسه جدا. اما لو انت بتتحسسي من الليمون ممكن تستغنى عنه خالص وتبعد عنه، وكفايه المعلقه اللي انتوا شفتها معايا ديت، تمام؟
ده يعني ايه تبقى وجبة العشاء، ما ناكلش حاجة تاني بقى ولا اي حاجة. طيب إيه خلاص كده ده في وجبة العشاء، وقلنا طبعا خلاص دي يعتبر العشاء بتاعنا. عملنا معاكم يا جماعة الوصفة الاولانية ديت بتاعت العشاء، تمام. هنعمل بقى الوصفة التانية اللي احنا هناخدها على الريق، وقلت لكم قبل كده في اول الفيديو ان الوصفتين بيكملوا بعض، فشيء اساسي جدا اللي انت لازم تاخدوا الكوباية ديت على الريق. هناخدها ازاي؟ ده كوباية مية عادية خالص من الحنفية، يعني مش هناخد لا ميه دافيه ولا اي حاجه، ده كوبايه ميه عاديه خالص عشان كده. وانا لسه قايمه من النوم، لا اكلت ولا شربت ولا اي حاجه خالص، باخد الكوبايه دي. طيب باخدها كده ساده؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم احط عليها مكون علشان ينزل كل الدهون اللي في الجسم. طيب ايه هو المكون اللي احنا هنحطه النهارده على الكوبايه اللي شايفينها ديت؟ المكون دوت دخل التفاح يا جماعه اللي احنا هنحط على الكوبايه بتاعتنا ديت. هناخد منه كام معلقه؟ هناخد معلقتين كبار من بتوع الاكل زي ما انتم شايفين كده، دي كده اهو معلقه وده كده المعلقه التانية. ده بالشكل ده كده. طبعا انتوا عارفين مميزات خل التفاح يا جماعه في نزول الدهون، ده كويس جدا. طبعا انت عارفين ان خل التفاح له سحر رهيب جدا في نزول الوزن وفي حرق الدهون. اول حاجه ان هو هيسد معاك الشهيه، يعني مش هيخليك ان انت تاكل كتير، او بمعنى اصح هيحسسك بالشبع. كمان تاني حاجه ان هو هيحرق معاك الدهون بطريقه كويسه جدا، يعني له مميزات كويسه جدا. الكوبايه دي يا جماعه اللي احنا هناخدها على الريق ديت، ده بتنزل الدهون كلها معاك، يعني انت بتشربيها اللي خل التفاح لوحده كافيه ان هو بيدوب او بيسيح كل الدهون الموجوده في الداخل، تمام. خلاف كده وكده كمان ان هو بينزل دهون البطن العنيده والجوانب والارضيه، يعني بمعنى اصح لو احنا خدنا الكوبايتين اللي احنا عملناهم مع بعض دول بيكملوا بعض، صدقيني خلال اسبوع واحد وزنك هينزل للنص. يعني مش عايزه اقول لك، انا بقول لك انت ممكن باذن الله كل يوم هتنزلي كيلو، لا بل بالعكس كل يوم باذن الله هتنزلي اكتر من كيلو. لو انت بس استمرت على الوصفه ديت اسبوع او 10 ايام باذن الله هتنزل وزنك كويس جدا. وعايزاكي توزني نفسك قبل وبعد، يعني عايزاك توزني نفسك كده قبل الوصفه تشوفي نفسك كده كام كيلو، وبعد الوصفه بعد 10 ايام او اسبوع ترجعي توزني نفسك تاني. وانا باذن الله متاكده ان انتوا هتكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله، وهتقولوا لي فعلا الوزن معاكم نزل كويس جدا ونزل بطريقه كويسه، تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، لو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه علشان ناس كتير تستفاد منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.